يعني نزل العقد وما ندري إذا العقد توقع ولا لا، وراح نعرف بس بعد الكرات الحمراء إن شاء الله. أول كرة لعبتها في الرقم 1، قول بسم الله. بسم الله، وروحي على الريال. حط الكرة على الريال. يلا بسم الله، انزلي دايركت على الريال. نزلوها. يلا على الريال، على الريال. يلا 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 يلا. حلو 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 على الريال. حلو 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 حلو. الكرة هذه أعطتك حلو 15 صراحة لحد الحين، واخذت منك ريال. أوكي، رصيدك على الجدار صار 75,000 وريال. وثاني كرة لعبتها على الرقم 3، إن شاء الله يا رب على الريال ولا على العشرة. جابت لك 90,000. لا تخيبينا المرة، لا تبيني بعد ريال. إلا ريال ولا عشرة، بس خليش على كذا عشرة عشان كمان. الكرة الثانية من يلا. الكور الحمراء على الرقم 3 ريال. أول عشرة نزلوها. يلا 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 يلا. لا 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 على العشرة، على العشرة، على العشرة، على شنو هذا؟ صراحة صدمة صدمة، ما توقع.